احنا معانا معالي الوزيرة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة. مساء الخير معالي الوزيرة. مساء الخير يا استاذة، ازاي حضرتك؟ انا عايزة اقول لحضرتك الاول الف 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 مبروك، حاجة مشرفة جدا جدا يا معالي الوزيرة. الف شكر، الف شكر لحضرتك، الف شكر. عايزين نعرف يعني ايه كان الاسس والمعايير اللي اخترتوا على اساسها اللي هم اللي فازوا بجائزة الدولة للمبدع الصغير؟ هقول لحضرتك، هو الحقيقه طبعا يعني بعد تصديق فخامه الرئيس على هذا القانون، لان طبعا قانون وتم تشريعه من مجلس النواب، الحقيقه كان علينا ان احنا يا اما هنأجل للعام القادم او ان احنا نبدا فورا. احنا اخترنا التحدي وبدانا بالفعل على طول واعلنا في شهر فبراير. يمكن قابلنا تحدي كبير لان الوقت كان قليل ولازم ان احنا ننتهي فيها في شهر يونيو، ولكن الحقيقه اتكونت لجان عظيمه جدا على اساسها تم وضع المعايير والمقاييس لكل فرع تم اختياره، لان طبعا هذه الافرع باذن الله كل سنه هيكون فيها تنوع علشان يكون فيها مساحه كبيره لاكتشاف المواهب. كانت كم فرع السنه دي تقريبا معالي الوزيره؟ ستة وستة، يعني اللي نقدر نقول هم بالظبط هم اللي فازوا 16 تقريبا. 16 16 اي احنا مقسمينهم ما بين، كمان احنا قسمناهم على مرحلتين عمريتين ما بين من 5 ل 12 ومن 12 ل 18. الحقيقه فاتقدم اعداد كبيره جدا، تم طبعا الاعلان عنها الحقيقه في كل محافظات مصر، اتقدم اعداد كبيره جدا من محافظات كثيره. كانت مهمه صعبه جدا للجان، ولكن الحمد لله تمت وقبل، يعني كل المشاريع قبلت وتمت دراستها بشفافيه جدا الحقيقه. وبعدين طبعا كان في اكثر من تصفيه، وفي التصفيه النهائيه الاعداد الاخيره اللي وصلت للتصفيات النهائيه تمت المقابله معاهم مباشره علشان التاكد من ان يعني المنتج اللي مقدم من الاطفال دول هو ده حقيقي يعني. وكانت النتيجه النهارده واعلناها. الحقيقه كان شيء عظيم جدا، الفرحه اللي الولاد كانوا فيها، الفرحه اللي اهاليهم كانوا فيها، لان ده سبق ودي يعني جائزه رائده الحقيقه لاول مره انها تحدث في تاريخ الوطن العربي ان الدوله. ده حقيقي لاول مره، لاول مره. فطبعا مشاعر الاسره، اسر الفائزين دي اكيد يعني نحب ان احنا نعرف كحريك لمستي ايه في مشاعرهم وسعادتهم واسرهم دي كانت، وذوي الهمم برضو الاهتمام ده يعني بيبقى فيه اضافه سعاده، ويعني وكمان اللي هم اللي في القرى وفي الريف وفي يعني احنا شفنا ده في الصور اللي عرضناها على الهواء، بس حابين ان احنا حضرتك توصل لنا المشاعر كانت ازاي، يعني الكواليس كانت ايه. كانت عظيمه جدا، لان الحقيقه انا تخوفت حتى ان ممكن بعضهم ما يقدرش يجي من المحافظات، لان في من اسيوط وفي من المنيا وفي من الشرقيه الله. وفي من اماكن بعيده كتير، ولكن حقيقه كلهم حضروا باولياء امورهم. حاله يعني حاله سعاده غامره كانت موجوده، لان طبعا كل اسره خاصه لما بيكون فيها مبدع بيكون عندها ايمان بيه بشكل خاص جدا. كون ان هذا الاقتناع او الايمان بيه ان هو يتوج بجائزه من الدوله شيء عظيم جدا، حط الاسره كلها انا في رايي على خطى مختلفه تماما لرسم مستقبل للمبدع اللي موجود داخل هذه الاسره. يعني